في شركة غاز بروم الروسية تأريخ أول عملية حفر لآبار نفطية في حقل بدر النفطي بمحافظة واسط التي انطلقت يوم الأحد 27 من تشرين الثاني الجاري، إذ يتوقعون البدء بتسويق أولى شحنات النفط من هذا الحقل منتصف العام 2013 بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف برميل يوميا لتصل إلى 170 ألف برميل. الإنتاج سيبدأ في عام 2013 من 10 إلى 15 ألف برميل يوميا، لكن الطاقة القصوى ستبلغ في عام 2017 170 ألف برميل، وهذا البئر هو واحد من 17 بئرا في حقل بدرة نفكر بحفرها. الشركة حاليا في مراحل إنشاء المنشآت السطحية وعمليات الحفر، خططت لعمليات الحفر، والآن نشهد افتتاح أو بدء الحفر في أول بئر من الآبار المخطط حفرها خلال السنتين القادمة. ومع أن أولى شحنات النفط من البئر الذي سيكون عمقه 4800 متر تحت الأرض لن تسوق قبل سنة من الآن، إلا أن ذلك لم يمنع مسؤولي واسط من إبداء التفاؤل سريعا بانتقال محافظتهم عبر هذا البئر إلى المراتب الأولى للمحافظات المنتجة للنفط. نتأمل أن هذه الصناعات النفطية كصناعات قائدة تتمحور حولها العديد من الصناعات الأخرى الملحقة بها كالبتروكيماويات وغيرها من الصناعات، تساهم في توفير فرص العمل لأبناء قضاء بدرة وأبناء محافظة واسط، خصوصا وأن قضاء بدرة من الأقضية الطاردة للسكان في المرحلة الماضية بفعل عدم توفر أي فرص اقتصادية أو عملية للسكان المحليين. سينقل محافظة واسط إلى مصاف ويضعها في مصاف محافظات الرئيسية المنتجة للنفط في الحقل. ويعود تاريخ اكتشاف حقل بدر الذي تقدر احتياطاته بنحو 3 مليارات برميل من النفط إلى 70ات القرن الماضي، إلا أن عمليات الحفر فيه سرعان ما توقفت حينها بسبب وقوعه ضمن منطقة عمليات عسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية.